والله حيرة، ما أدري هي سولة صارت بينا، ما أدري هم اللي يجيبون الغيبة نفسهم. والمقصود من السؤال هي الطبقة السياسية الحاكمة والمتحكمة بالعراق، والحيرة هي هي، ومختصرها يسأل: الكتل السياسية هالأيام جاي تشتغل لعراق ما بعد داعش، لو لعراق ما بعد الانتخابات؟ ليش المعركة الانتخابية بدت مبكراً بالوقت اللي جنازة المناطق اللي كتلتها داعش بعدها مطروحة فوق القمارة، ودماية الضحايا بعدها تنزف والدموع تهل؟ هي مو حرشة بس هاي الحقيقة، تباوع منها الصوب تلقاهم يتبارون ويرمون بتفقهم، بس مو على داعش ونتائجه، لا على طيور الانتخابات الطائرة ولسان حالهم، ويقول: يا طيور الطائرة رد الهلج ووكري على مقاعدك. كل الكتل تقريبا جاي تشتغل بهالمنطق، بحيث تحس نفسك بنص عركة قصاصيب، كل من قام تبيده ويتهدد، والكل جاي يخيط له ثوب انتخابي بدأ ينسج بيه حتى لو بخيط مسموم. كل الملفات اشتغلت سوى مثل الأوركسترا. ملف استقلال كردستان مثلا نزل للمزاد، والهدف جمع الأصوات مثل ما يشوف البعض، لدرجة أنه حتى كوسرة رسول قبل يومين قام يجاري الوضع ويحكي عن حلم الاستقلال، وبالطريق راح تلقى الأنتي استقلال يسخف الملف ويربط المزايدة به بالخوف من حكومة الأغلبية المرعبة اللي يدعو لها المالكي وأتباعه. العركة صارت اليوم وشنفت آذان الرعية وخلتهم يسترجعون أيام 2010 قبل الانتخابات، من طارت صقور المكونات بالسماء وقام تستعرض والرعية تصفق. هذا ملف من الملفات، وإلا فمنين ما تلتفت تلقى صقور يتناقرون على شغلة كانت نايمة أو كانها تريد تنام. مثال على هذا الموضوع الاستجوابات اللي الغرض منها كسر ظهر حكومة العبادي حسب ما يشوف بعض المراقبين. هالأيام رجعت السالفة تتحرك وبقوة، واليوم نائب من النواب حذر من استهداف الدولة والإصلاحات من خلال الضغط لتعطيل الاستجوابات بذريعة اعتبارها تسقيط سياسي وشخصي. لا يا بلا، هي مو تسقيط شخصي، خلنا نقول تسقيط تيارات كاملة وكسر ظهورها لأغراض انتخابية مثل ما وصفها كثير من المتابعين. والدليل انه باكر راح ينعقد اجتماع موسع برئاسة المالكي وحضور العبادي حتى يناقشون شغلتين: الاولى مصير دولة القانون بالانتخابات الجاية، والثانية مناقشة الاستمرار بآلية الاستجوابات اللي يبدو صارت مثل اكتشاف العربة بمعارك الاسكندر المقدوني. شنو العلاقة بين الشغلتين؟ العلم عد الله والاسكندر المقدوني سالفة دوخ. تعوف دولة القانون وتجي للمجلس تلقاه حاير بالتسوية اللي صارت مثل قنبلة حاطها بحضنه، لا هو ذابها وخلصان منها، ولا هو مفجرها وهم خلصان من دوختها. ورطة مثل ورطة التحالف ويا دولة القانون بالنسبة لبعض الأطراف السنية، واللي وصلوا لمرحلة استعداء التيار الصدري وإقالة محافظ بغداد، وهذا ممكن يدفع زعيم التيار دفع للتحالف ويا العبادي. شفتوا شلون كلها تركض وبديها الكسريات يرمون على طيور الانتخابات ودايرين ظهورهم الملفات ما بعد داعش؟ لا بالأحرى مو دايرين ظهورهم، بل راكبين ظهور ملفات ما بعد داعش للوصول للمحافظات والبرلمان الجاي، بمعنى أنه كسرياتهم جاي تستخدم نفس الصجم اللي قدمه عراق ما بعد داعش: إعمار المدن المحررة، ترتيبات المحافظات الساخنة، تنظيم العلاقة بين المختلفين، تجنيب العراق مخاطر التقسيم. كل هاي الملفات متروكة تقريبا، والكتل السياسية ما لها غير تهيئة الساحة للانتخابات. شلون يحافظون على مقاعدهم أو يزيدوها؟ شلون يحافظون على سلطتهم ويأكلون من جرف الخصوم؟ والسؤال هو ما أدري هي صارت سولة بينا نشكك بكل شيء؟ ما أدري هم اللي يجيبون الغيبة نفسهم؟ ما أدري طيور داعش طارت قدام كسرية الانتخابات؟ ما أدري كسرية الانتخابات تطارد ورا طيور داعش حتى تسويهن مقاعد؟ حيرة يا هالوادم.